دوري القسم الثاني الف او دوري المحترفين، وارجع اكمل مع ضيفي الكريمين. ادي الكره خطيره من جانب السكه الحديد، تتلعب في العمق، خطيره 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 خطيره، والهدف الاول دخل فينا هدف في غفوه، المساك بيتعالج بره قبل ما بيستأذن الحكم ينزل، كانت معمولة ودخل فينا الجون. لكن النتيجة العادلة، مش عايز أقول هنكسب حتى، لأن المفروض النهاردة يبقى الماتش 1-1 0-0، لكن خلاص هو مفيش توفيق. لكن إن شاء الله بقعد جمهور المنصورة وبتأسف لهم برضه، بقول لهم إن البداية غير موفقة، لكن لسه 36 ماتش. عبد الرحمن جود ملعوبة على طول عالية ورأسية أبو بكر الحمد لله، يعني مسيطرين على الجيم من اوله لاخره. يمكن كره ثابته هم جابوا الجول من خلالها، لكن الحقيقه ضغط هجومي من اول ثانيه في المباراه، بنروح على الجول من الاطراف ومن العمق، لكن مفيش توفيق. اللي اقدر مش عارف اقول للعيبه ايه، انا بشكرهم على مجهودهم وعلى ادائهم النهارده. هناخد 3 نقاط بس ما حصلش نصيب، يعني حصل تهاون في 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 فهجمة لينا، كان المفروض انها تنتهي جول لينا، تردت علينا ضربة جزاء، اتحسب عليها ضربة جزاء، دخل الجول، دخل، خسرنا نقطتين، فبقول الحمد لله. اولا بحمد ربنا وبشكر فضله على المكسب النهارده، وطبعا ببهدي المكسب ده للجمهور اللي جالنا النهارده، كان مساندنا النهارده طول الماتش، بيلعبوا فرقه محترمه، فريق طنطا معاه مدير فني على المستوى، عملوا ماتش معانا كويس النهارده، كان جيم كويس طول الماتش، اللعيبه كانت رجاله الحمد لله بفضل ربنا، يعني الحمد لله على المكسب، وان شاء الله ان شاء الله نبني على المكسب ده بالصعود ان شاء الله ان شاء الله. كان لازم نكسب النهارده عشان نمشي في الطريق الصح ان شاء الله. شريفه جدا على طول، مروان بدري حلوه، يا خبر ابيض يا ولد يا ولد يا ولد، بيراميدز الموسم اللي فات كان عامل شغل حلو، واحد لعبه في مجد، يا خبر ابيض، يعدي حكوره بالعرض وش رجله. المستوى مختلف تماما عن اول ماتش كان عشان اول ماتش في الدوري، وكنا لسه مجمعين بعض وكده، بس النهارده الحمد لله كلنا خلاص ايد واحده النهارده، وكنا بنلعب من اول لحظه نازلين الماتش ان احنا خلاص عايزين ال3 نقط، بس ربنا ما قررش، يعني ربنا هيرد لنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. على حدود منطقه الجزاء، التصويب، الترسانه ملعوبه عرضيه خطيره داخل منطقه الجزاء، هل ممكن نشوف الهدف؟ الله، يا سلام يا خالد ابو سعد، يا لعيب، يا